كندير الطرب الغرناطي ملي كانت عندي 6 سنين. هاد الطرب الغرناطي كيتمشى لي في الدم ديالي. الوغ انا ما نقدرش نقول نهائيا على هاد الفن انه ديالكم، لان هاد الفن وجدي ومغربي قحط 100%. امتى كان عندكم نتوما طرب غرناطي؟ امتى؟ شحال من عام وانتم مستعمرين؟ مين جاكم هاد الطرب الغرناطي؟ شكون جاب؟ لي غرون ماتر دو لا ميوزيك اندالوس في الجزائري، الشيخ العربي بن صاري وعبد الكريم دالي، هادو من فتحيله الطرب كما نقولوا الغرناطي في الجزائر. دونك هاد العائلات هما اللي نقلوا لنا هاد التراث اللي حنا كنقولوا غرناطي، ما الاصل ديالو غادي نسميوه اندلسي جزائري. قدوم بعد الجزائريين، بعد العائلات الجزائريه لمدينه الرباط. العائلات بن غربيط. تماما، محمد بن غربيط فعلا كان له دور كبير في نشر الطرب الغرناطي. اجوردي سي دو لا ميوزيك غرناطي، سي لا ميوزيك اون بو دير ان بو الجيريان. وحنايا عندنا المدرسه اللي معروفه في وجده هي مدرسه التلمسانيه، نظرا لقرب النوبة اللي كيتعزف في الطرب الاندلسي الجزائري اللي كنعيطوا حنا هنا في المغرب الجزائري، كنا كنعيطوا له ومن بعد ولينا كنعيطوا له الطرب الغرناطي. على اثر الاحتلال الفرنسي للجزائر هاجر عدد من الجزائريين الى المغرب بحثا عن الحرية، فنقلوا معهم الوان الطرب الجزائري واستطاعوا نشره بين الهواة، بل تعليمه لكثير من محترفي الموسيقى بالمغرب. لم يمضي من الوقت غير اليسير حتى ظهر من بين المغاربة من أصبح يجيد الطرب الغرناطي إنشادا وعزفا في الرباط، فقد برز بشكل واضح الحاج أحمد بيرو، حيث تتلمذ على يد كبار شيوخ الغرناطي، إذ كان من أبرزهم الفنان محمد بن غبريط الذي لقنه أسرار العزف والغناء. وجد المحور ديالها باين، فاس، تلمسان، غرناطة. غرناطة قريبة لوجدة، فاس قريبة لوجدة، وتلمسان أقرب من مدينة وجدة. هذا المحور، هاد الثلاث مدن اللي معروفين في التاريخ هما اللي عطاو التأثير لهذا المدينة. مدينة وجدة اللي هي بكري كانت المدينة الوحيدة اللي موجودة في الشرق المغربي، إذن وجدة هي اللي كان عندها الحد الأوفر باش يكونوا فيها يجيو العائلات لي فامي سيتادان تاع هادو تاع الأندلس اللي دخلوا للمغرب. واللي زاد دعم هذا الوجود نتاع هاد التراث في مدينة وجدة هما العائلات الجزائرية اللي متواجدين بكثرة بكثرة هنا في وجدة، ومن بينهم مثلا الوالدة ديالي. الوالدة ديالي اللي جدها وجدودها سي لي غران ماتر دو لا ميوزيك اندالوز في الجزائر، الشيخ العربي بن صاري وعبد الكريم دالي، هادو من فتحيله الطرب كما نقولوا الغرناطي في الجزائر. دونك هاد العائلات هما اللي نقلوا لنا هاد التراث اللي حنا كنقولوا غرناطي، ما الاصل ديالو غادي نسميوه اندلسي جزائري. سيديرو ممكن نعرفوا شنو الشيوخ اللي كان عندهم وقع في مسارك الفني واثروا فيه؟ وانا انسى كذلك انني كنت اترقب الى الجزائر الشقيقه للاستماع الى بعض الشيوخ هذا الفن، مثل الفنان الشهير عبد الكريم دالي رحمه الله، والشيخ احمد بن عاشور، والشيخ المنور، والشيخ صادق البيجاي رحمه الله جميعا، والشيخ رحمه الله، والشيخ رضوان ولده. هادو في الواقع بعض الشيوخ العباقرة الذين تأثرت بهم، عنهم طريقة الغناء وكيفية تبليغه، وقد أتيحت لي بعد ذلك فرصة اللقاء بهم رحمهم الله جميعا. مع والموسيقى الغرناطية يعني عرفت إشعاع كبير وتقدم كبير في الجزائر، خاصة في تلمسان اللي هو يعني النظير ديالها مدينة وجدة، نظرا للتقارب يعني بين وجدة والجزائر، ولا التقارب سواء كان في الفن أو كان في التقاليد أو كان هذا، يعني دائما نتحدث عن المغاربي، الفن المغربي. هذه ما شاء الله أحمد.
احمد بيرو يعني شخصيه ما شاء الله هو عملاق في الفن هذا يا تاع الغرناطي والاندلسي تاع الجزائر على خاطر شراو يحسنهم بين زوج يعني عنده معلومات هايله راهو عملاق كيما 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 الشيوخ تاعنا. في السنوات الاخيره سهل لي ربي زرت الجزائر وكان حقيقه كان تكريم لدنهم الله يجازيهم بخير يعني تكريم كبير بواسطه ديال الوزيره خالده تومي وانا كنحييها من خلال هذا المنبر كنحييها حياتها التحيه الطيبه كنتمنى لها التوفيق في جميع عملها وكل ما هنالك على انه عندي واحد صديق حميم احبه واجله وهو زروق القداني فنان كبير حافظه كان حيي حتى هو كذلك من خلال هذا المنظر هذا الحيي وكنسلم عليه بسلامي الحار وكنتمنى له طول عمر ان شاء الله. خويا طارب المغربي عنده على كل حال عنده شخصيه خاصه بالمغرب عنده واحد اللون حلو يعني ما شاء الله احمد الحان عشقناها من زمان غنيناها واليوم تفكرناها نسمعوها يا محلاها. سعد الله مساكم مشاهدينا الكرام فينما كنتوا انتم كتابعوا هذا السمر الفني الجديد من برنامجكم الحان عشقناها دوما وابدا على قناتكم الثانيه دوزام. اليوم موضوع جديد وسفر جديد غادي يدينا لشرق المغرب وبالضبط مدينه وجده اللي كانت ولا زالت مشهوره بالطرب الغرناطي ومشهورة طبعا بالعديد من الجمعيات اللي كتنشط في هذا المجال. وأقدم جمعية تأسست سنة 1921 كان اسمها الجمعية الأندلسية وأسسها محمد بن إسماعيل اللي جا من تلمسان إلى وجدة لغرض التدريس. النوبات في الغرناطي هما ثلاثة أنواع، كاين الكاملة اللي كتحضر فيها المراحل الإيقاعية الخمسة والناقصة اللي كتنقص فيها مرحلة أو أكثر من المراحل الإيقاعية، وكاين أيضا نوبة